وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوريكم كيفاش نصاوبوا الماكله الدجاج وكيفاش ندير لهم الدواء في الماء الا كانوا شويه ما تحسد بهم بعد ما هادشي يكون شويه مرض ولا شي حاجه. وكنا نخلط لهم داكشي مع الماء. دابا انا غنوريكم كيفيه ديال الاستعمال ديال هادشي كيفاش ندير تنعطيهم الماكله. يلا بسم الله. كندير لهم هادو النخالة تاع القمح كنخلطها لهم بالماء مزيان. خاصها تبقى ناشفة بحال هكا تكون رطبة. العملية ديما هادي الماكلة ديال العشية هادي ديال الصباح كتكون بكري وهادي كتكون هادي تلاتة أربعة. ملي كنخلط ليهم هادشي مزيان كنزيدهم هادا كنزيدهم هادي الوقت هدا سميتو السكالين تا هو ولا غالي من 110 دريح حتى 140 ريال دروك. ندير دابا هاد اللفة اللفة ديالهم أنا كاين جوج دجاجات مازال ما عمرني دبت لك عليهم دبت عليهم. يلاه شريتهم واحد الشهر هذا باش شريتهم وعزلتهم عزلتهم في هاد الخوم بوحدهم على حساب كنت أنا في الأول كنت جبت ثلاثة دجاجات وبقاو منهم دابا جوج وحدة مات داك اللي باعهم ليا باعهم ليا مراض وجبتهم هنايا وبقيت ندير لهم الدواء. ولكن الدواء كنا ندير لهم الدواء تولي عندي في الدار مستعمل عندي ندير لهم البصلة والخل ديال التفاح الخل ديال التفاح شلت لهم الخل ديال التفاح والبصلة البصلة الحمراء تنصولها في الماء وكنخلطها لهم وبديت نعطيها لهم والحمد لله هما زعما نخرجوهم نشوفوهم الا هذوك ولاو بخير الحمد لله بعد الصحة جيدة ولاو تياكلو بسم الله. نبدل لهم الماء البدا نزيد ليه دابا تما عطيتهم شي وجبة تنزيد ليهم شوية ديال الخل ديال التفاح غادي نديرهم في الماء هاد الخل ديال التفاح زين ما تيبانش في الماء هاك جات لك البانيو الكبيرة قولي ها هو ديالك الجدو ديال اللي بقى من داك القديم كانوا فيه جوج دجاجات وفروج دابا بقات غير دجاجة وحدة هما هما تنعطيوهم الماكلة ديالهم نفس الماكلة هانتوما معانا شوفو كيفاش ندير الاستعمال
ما بقاش تيخاف هاد الدجاج كان ساعة تيخاف. الدجاجة هي الأولى تجي تتاكل. بارك الله ولا كياكلو مزيان. الدجاجة عاد تيبيض، عاد تبيض نهار لي ونهار لي. خرجها هو. غنبدل لهم الما تا هو. دابا عطينا الخل ديال التفاح اللي قلت لكم، راه دائما تنزيدو ليهم في العشيه مع الماء على ود. ها هو شتي قد دابا شتي قرعه كانت غمرة، تنزيد ديما تنزيد لهم. دابا الطربيه ديال الدجاج وخص السطح بالاخص واحد العنايه، تبغي الدجاج تهلا فيه وديما يكون عنده النقا وديما يكون عنده ديما يكون الماكله ديالته منظمه، وديما الدواء تقريبا الدواء البلدي، الدواء البلدي ماشي الدواء ديال الفرماسي. هاد الساعه تنشوف بين الدواء البلدي نوم بخير ولا خير هما مزيانين الحمد لله، غير باش دوك الاعراض ما تبان حتى شي حاجه. واو ما الحمد لله، ها هما تشوفوا فيهم دابا الدجاج ديال السطح راه ماشي هو خصك تكون صغار و تيبغي تهلو مره مره كتي. نخليهم في الصباح تنخليهم خارجين بالنسبه كنا باش نخلط انا هذوك، نخلط هذوك الدجاجات مع هذا الفرج، نتسنى غير الترتيب باش يبقاو فيهم شي اعراض ولا شي حاجه. ومن بعد ديك الساعة نديرهم خم واحد، هاد البلدية مع هادوك الدجاجات اللي شريت. هادوك الدجاجات بدا تبيضو ليا، بدا وحدة فيهم بدا تبيض. دابا الماكلة كبيرة حصة الأسد لهاد الأسد، حصة كبيرة لهاد البزاقي، راه كبروا تاهم. تبارك الله راه. بسم الله. كيديرو كيدير على الماكلة. خلي لي شي شوية. اكلي قمو كول صافي راه هاك. ديما هذا تيبقى تيفرسو تاع الماء تيخلو ديما تكون نظافة. هنا ها نخلو مزيان باقي الصور ديال كاع هاد الأدوات ديال الماكلة ديالهم خصهم يتغسلو مزيان. الأدوات كلهم ديال الماكلة ديالهم خصهم يديرهم ديما خصهم يتخلو كاع. صافي غادي نزيدو شويه ديال تحرك مزيان الخل مزيان، وكنزيدو عليهم على حساب الصيف حساب الماكلة. صافي دابا النهاية، النهاية ما دارو فيها حتى خمسة دقايق. دابا غادي تدخلهم تيتعلق فيك. ولفوا هاد البانيو الخضر تيعرفو تيعرفو فين الماكلة باش يدخلو، راه ما يدخلش ليا لما دخلو معاك.
عاد قرب عليهم. هي دخلها يلا بلا ما تلف، واحد راه تلف يلا دخل. دابا امي صافي طرق هكا عليهم. هذا هو الروتين، هذا هو الروتين اللي ما راه ما درناش كي ديال النظافه، درنا غير الماكله حيت نتسنى لهم ديجا في الصباح دائما هكا دائما. وراه غادي نعطيكم واحد تشوفوه منين كانوا صغار تعاودوا تشوفوهم ثاني منين كبروا. دابا ديما كندوزو معاهم واحد الوقيته زوينه تعجبني هكا، و تنشوف الانسان هو اللي يلهي راسو، الانسان هو اللي يدير شي حاجه باش يتقع ديالي، الانسان هو اللي يدير شي حاجه لراسو. غادي ما نتمتعو تنشقو معاهم ونضحكو ونشوفوهم ونعطيهم الماكله شي راه فيه ندوزو معاهم سويا فيه الاجر وفيه كلشي. واش تبارك الله هو راه منشتينا دابا وبخير وعلى خير الحمد لله. غادي نطلبو كاع من خوتنا اللي تيرق فيه الدجاج اللي عنده شي معلومه ولا شي حاجه يقولها لينا ويزيدنا في المعلومات باش حتى حنايا نزيدو ان شاء الله للخدام. واش حنا دايرين غير هوايه، ما دايرين لا تجاره لا والو، غير هوايات ياكلو ويشربو وتربيو فيهم. هادشي اللي كاين، كاين ما احسن من هادشي. تحن الله تحن الله. لا لا بلاش.